فاولا الحمد لله عز وجل على الكوب هذه، وكما قلت احنا كنا تنتبعوا مره مره في لي ريزو سوسيو على حساب، شفنا بانه كاينه متابعه تبارك الله من الجماهير المغربيه اللي هي كبيره، ولكن الاستقبال الحار ديال جماهير قنيطريفه هو واحد اللي في الحقيقه تيخلع تبارك الله ما شاء الله عليهم. تنبغي نشكرهم من المنبر وتنبغي نحييهم. كيفاش كانت الاجواء ديال الكاس؟ فالاجواء الحمد لله مشينا مستعدين تكنيكمون فيزيكمون، كنا عوالين بانه غادي نلقاو خصوم اللي هما في المستوى، ولكن الحمد لله بحكم السي هشام وبالتوفيق الله عز وجل فتمكنا من الانتصار بالمقابلات الحمد لله بواحد السهوله اللي تكون مزيانه، وربي ما خيبناش، فاحنا تنخدموا على طول العام وربي تيعطي الاكل ديال اي خدمه تيعطيها، فهذا هو الحمد لله الاكل ديال الخدمه اللي عطيناه هو التتويج بهذا اللقب للمره الثانيه على التوالي. أول حاجة كنبغي نشكركم من هذا المنبر هذا، وكنشكر جماهير القنيطرية اللي فاجئونا بهذه الاحتفالات، كنشكرهم بزاف، وصراحة ما كناش كننتظروا هذه الاحتفالات كاملة من الجماهير المغربية، وإن شاء الله كنواعدهم إن شاء الله في كأس القارات إن شاء الله غيكون أحسن فأحسن إن شاء الله بإذن الله. شنو تقدر تقول لنا أنه كان التشجيع ديالكم على أساس أنتم هي القنيطرية؟ شنو المنتخب القنيطريين اللي يرفع راس ديال المنتخب؟ كاع جميع المغاربه الصراحه كيشجعونا، القنيطريين حتى هما الصراحه كيكبروا بينا، وكنشكرهم من هذا المنبر مره اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحمد لله ونشكروا على هذا الانجاز التاريخي اللي كيقوم به المنتخب المغربي الوطني كره القدم داخل القاعه، الفوز باللقب كاس العرب المره الثانيه على التوالي. جد فخور بهذه المجموعه اللي كتكتب تاريخ اقل من ذهب. شكر كبير للسيد هشام الدقيق المدرب اللي كيقوم بمجهودات كبيره مع هذه المجموعه اللي كنعتبره ماشي مدرب عباره عن اب. كذلك كنبغي نشكر كل من الطاقم التقني اللي كيصاحبوا، الطاقم الطبي اللي دار خدمه كبيره بحكم انني كنت مصاب في هذه البطوله، والحمد لله مع الطاقم الطبي رجعت ولعبت المقابلات الاخرين. كنبغي نشكر المجهودات ديال اللاعبين اللي كانت كبيره بزاف، وما نساوش الجمهور المغربي اللي كان مدعمنا طوال اطوار هذه البطوله هذه، وكان الحمد لله ونشكره. شكرا. نهديو لكاع الجماهير المغربيه، وكما شفتوا الجمهور القنيطري كان في الموعد حتى هو كنشكروه، وهذا الفوز هذا ما جاش بزاف، فوز جا بالخدمه والعمل اللي قدموا الناخب الوطني السي هشام الدقيق، وبالخدمه ديال الدراري والعمل قدرنا اننا نفوزوا بهذه البطوله هذه.